مطابخ ومطاعم الخيرات. هنا في الجؤرانة أمام مسجد أو جامع الحل الميقات في الجؤرانة يوجد لدينا طبخ وصلخ للمناسبات والأعراس. يوجد لدينا طبخ وتوصيل مجاني للمناسبات والأعراس في الجعرانة، وكمان يوجد تحديث للمطعم في اليوم الجمعة في شهر 15 أكتوبر 2023 للدجاج المندي والرز المندي، وهذا مطعم سجاد. هذا مطعم باكستاني للمؤلف والمحاسب سجاد. يوجد لدينا صليق طائفي، رز دجاج مندي ورز زربيان، وإدام مقلقل لحم، وإدام مقلقل دجاج، وإدام مشكل، وشباتي، وحليب كرك، وفطيرة. هذا هو مطعم ومطابخ الخيرات للوجبات المميزة والألذ طعما. زورونا تجدونا في الجعرانة أمام جامع أو مسجد الحل الميقات. زورونا تجدوا ما يسر. مرحبا بكم من هنا من مطعم ومطابخ الخيرات سناب الجعرانة. هذا هو الأخ سجاد الباكستاني، طباخ الوجبات والولائم والمناسبات، وطبخ الدجاج المندي. أخ سجاد، هل في عندكم يوم مجاني؟ أيوه ما شاء الله. على اليوم مجانا الحمد لله، مية مية طعم، جرب واحد مرة لازم، والله مية مية الحمد لله، في رخيص مو غالي ما شاء الله، كل شيء. هذا إيش، مندي ولا حنيد ولا مضغوط؟ هذا مندي ما شاء الله تبارك الله. حياكم الله هنا في الجعرانة، المطعم أمام جامع الحل أو مسجد الحل على خط المضيق وخط القوبرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.